يا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء، مساء الورد والفل والياسمين. تاني من اسكندريه حبيت انقل لحضراتكم تجربتي في حلواني كيك لافرز. داخل محلات كيك لافرز حبينا نلتقي مع الاونر، وحاجه مشرفه جدا لما نلاقي الاونر وكمان الهاتشف واحدة ست، لأن أنا من نصيرة الستات. بنرحب مع حضراتكم بالأستاذة منى صاحبة محلات كيك لافرز. أهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك يا فندم، أهلا، نورتونا. ربنا يخلي حضرتك. طبعا احنا جينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بجد حاجة هايلة، ديكور راقي، مكان تحفة، الأكل عندكم أو الكيك عندكم يجنن. عايزين نعرف إزاي الفكرة جت لحضرتك وإزاي طورتيها. والله هي الفكرة عندي موجودة من سنين يعني، وكنت بجرب في ولادي دايما كل حاجة، وبعد كده حبيت ان انا بقى اشارك الناس في الموضوع ده، فبدأت اونلاين من حوالي 3 سنين، استمريت اونلاين سنة، فتحت بيجي وبقيت اتعامل مع الناس اونلاين. حبيت ان انا اوصل لهم فكرة ان الحاجة تبقى طعمها بيتي قوي ومميز قوي، وفي نفس الوقت بسعر معقول مش مبالغ فيه، ويبعدوا عن شغل المصانع بقى والحاجات اللي بيبقوا خايفين فيها مواد حافظة كده. فبعمل الحاجة دايما بنفس البيت وبحب البيت يعني. فالحمد لله الموضوع اتطور، بعد سنة زوجي اقترح عليا موضوع المحل ان احنا نفتح محل وكده، والحمد لله ربنا وفقنا بفرع والتاني، والحمد لله يعني مفيش حد جالنا الا ما بيجي تاني ومستمر معنا الحمد لله لغاية دلوقتي. ما شاء الله. يعني الفكرة في البداية خالص كنت حضرتك مميزة في صنع الكيك وكل الناس شجعتك، بعد كده اشتغلتي اونلاين لمدة سنة، وبعد ما اشتغلتي اونلاين بدأتي تعملي فرع ما شاء الله والفرع التاني. الموضوع ده بقى خد وقت قد ايه؟ يعني انا اشتغلت اونلاين سنة وبقالي سنتين فتح المحلات، يعني القصة 3 سنين كلها. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بنبقى فرحانين جدا لما نلاقي حد ما شاء الله اشتغل على فكرته وطورها، وفي وقت قليل بقى براند وبقى ليه بصمة وعلامة مميزة في مجال السويتس او الحلويات. طيب حضرتك بعد ما اشتغلتي او فتحتي الفروع، ايه اللي بيخلي عميل كيك لافرز بيرجع دايما لحضرتك، وايه اللي خلى الناس كلها تبقى حابه كيك لافرز وعمل ما شاء الله سمعه طيبه جدا في هذا الوقت اللي تعتبر قصير؟ اكيد طبعا الطعم نمره واحد، ان هو بيلاقي طعم ما لقاهوش في اي مكان تاني، وبسعر حلو جدا طبعا مقارنه بالاسعار الموجوده كلها، فبيلاقي حاجه مميزه وبسعر كويس، فده طبعا اللي بيخليه يجي تاني. وغير ان في يعني في ثقه متبادله نشات بيني وبين العملاء، والحمد لله لغايه دلوقتي يعني ما فيش حد بيعمل عيد ميلاد غير لما لازم يكون من عندي التورته بتاعته. فعلا انا شفت كمان التورتات بتاعت اعياد الميلاد دلوقتي مشاهدينا الاعزاء، هتشوفوا تورتات اعياد الميلاد على الشاشه، كل التورتات الهايله دي والاشكال التحفه البناتي والولادي والحاجات اللي تجنن دي، كل التورتات دي من عمل حضرتك؟ الحمد لله. هي دي اهم يعني اهم حاجه، او الحاجه الاساسيه اللي اتبنت عليها فكره كيك لافرز، ان احنا تورته عيد الميلاد لازم تكون مميزه وبطعم حلو، ومن اختيار العميل طبعا، اي ديزاين حد بيختاره انا بعمله له، ان كان من اختيار او جايب صوره من هنا او من هنا، او بنقعد مع بعض نختار ديزاين مناسب لسن الطفله وموهبتها، بتحب ايه بتحبش ايه. فالحاجات دي كلها طبعا مشاركه اصلا في اختيار الديزاين بيبقى حاجه ممتعه بالنسبه للطفل اللي هيتعمل له عيد الميلاد، وبالنسبه للاهل بيحسوا قد ايه مهتمه بالمناسبه بتاعتهم يعني. فده الاساس عندي يعني، التورتات هي الاساس. زي في خطوبه، اعياد ميلاد، يعني مش اعياد ميلاد فقط، كمان الزفاف والخطوبه، لو حضرتك عندك زفاف عندك خطوبه التورته اللي هي ادوار. ايوه، وبنقوم ببوفيه كامل يعني، من ساليزونات يعني كل انواع الحاجات اللي بتكون موجوده على البوفيه بتكون من صنعنا يعني الحمد لله. تسلم ايديك يا رب. طيب احنا دلوقتي مشاهدينا الاعزاء شفتوا قد ايه التورتات جميله، التورته مش مجرد شكل بس، لا ده شكل وكمان تيست هايل ويجنن. يا ترى الخامات اللي بتستخدميها، هل الخامات هي السر في الطعم الهايل ده؟ اكيد طبعا، يعني الطعم مش هيتكون غير من تجميعه منتجات قويه وعاليه الجوده، وفي نفس الوقت تكون يعني متاحه دايما من حاجات بلدنا، يعني مش هقول لك حاجات مستورده ولا كده، علشان يكون السعر مناسب لكل العملاء اللي معانا. فالحمد لله يعني النسب اللي بتعامل بيها بتخلي التست في النهايه طعمه حلو. الحكايه مش وصفه، الحكايه حاجه معموله بحب وتميز، بحيث ان انت يطلع لك في النهايه الطعم اللي ذقتيه حضرتك وعجبك يعني. يعني مشاهدينا الأعزاء
كيك لافرز براند مصري صنع في مصر، خامات مصرية، شيف هايلة وما حصلتش مصرية، ريسة بيجنن بأمانة. أنا دقت السويتس ما تحسش إن فيها السكر عالي فيجزع فتحس إن أنت أكلت قطعة ومش هتاكل تاني، لا مش سو سويت أو مش مسكرة قوي فتخلي الإنسان يجزع. كمان التست بتاعها جميل جدا لأن الخامات ممتازة وبيختاروا أجمل خامات في كيك لافرز. طيب بما إن حضرتك بقى الشيف وبما إن حضرتك اللي بتحطي الريسبي وإنت اللي بتعملي كل الأصناف اللي موجودة، إيه أهم حاجة أو إيه أكتر حاجة العملاء دايما بيسألوا حضرتك عليها ودايما بيطلبوها؟ الكيكس طبعا أساسي، يعني على أساس الاسم بتاعنا أصلا مبني على الكيكس، في التورتات كلها بأنواعها، وعندنا قطع كيكس مميزة زي الفادج والريد فيلفيت وتورت معينة برضو صغيرة كده للأعياد الميلاد الوقتية اللي بتيجي على السريع كده زي تورتة الفريرو روشيه واللوتس والحاجات اللي هي طبعا كتير بيحب طعمها يعني، فدي دايما متوفرة معنا يوميا في المحل. غير أي ديزاين بقى ده بيطلب قبلها بفترة مش كبيرة، 3 أيام يعني أقصى حاجة، بحيث إن هو يتعمل له الديزاين اللي هو عايزه معمول له مخصوص يعني. ممتاز جدا. مشاهدينا الأعزاء هنشوف دلوقتي كل الحاجات المميزة والكيكس المميز في كيك لافرز، ابقوا معنا. الكيك لافرز بنشوف كل منتجات الكيك اللي موجودة في كيك لافرز، وما زلنا معكم مشاهدينا الأعزاء في لقاء وحصري جدا مع الأستاذة منى صاحبة محلات كيك لافرز. ورينا بقى حركاتك وتكاتك والجمال ما شاء الله، اللهم بارك على الحاجات الجميلة، حاجات تفتح النفس. حبيبتي دي عندنا طبعا اهم حاجه هنا الكيكس، في الفادج كيك وفي الريد فيلفت كيك بالشوكليت، ايوه ده كيك فادج ومحشي جناش، وده طبعا من القطع المميزه جدا عندنا وسعرها في متناول الجميع يعني، القطعه ب 20 جنيه. في ما شاء الله عندنا ريد فيلفت كيك برضو نفس الفكره ب 25 بالكريمي تشيز، من اكتر الحاجات اللي يعني في ناس كتير بتهتم بيها اللي هي لا بتحب الشوكليت ولا بتحب الكريمه، فالريد فيلفت بالنسبه لهم من الحاجات المميزه جدا في الطعم وفي وبترضي اذواق كتير يعني. يعني القطعه دي ما شاء الله اللي بالكريمه وبالجمال ده والطعم ما اقولكوش حكايه، انا دقت بصراحه قبل التصوير انا عشت حياتي الجمال ده ب 25 جنيه، والقطعه الشوكليت الهايله دي اللي فيها مكسرات وفيها حاجات جميله دي ب 20 جنيه. بصوا بقى كده هما ما قصروش في حاجه، والله الاسعار هايله. يعني انت تيجي كيك لافرز هتاكل اجمل كيك وحاجه معموله بنظافه والكواليتي عاليه جدا، وكمان الريسبي اللي موجوده فيها او المكونات على اعلى مستوى، وتست هايل وملوش حل، واسعار في متناول الجميع واقل من المتناول. بجد تسلم ايديكي بجد. في حاجه كمان عندنا مميزه جدا اللي هي ديسباسيتو. ديسباسيتو ايوه ده اسبانيولي ولا ايه؟ برازيلي. هي طبقه كيك شوكليت وعليها 3 انواع شوكولاته، ميلك شوكليت ووايت شوكليت ونوتيلا، ومتقطع عليها قطع مرس وبندق. ده عندنا ب 60 جنيه ما شاء الله، ده يكفي تقريبا 3 افراد ما شاء الله. لا وبعدين مكوناته غاليه جدا جدا ودسم جدا، مش محدش بيقدر عليه يعني تقيل ما شاء الله. في عندنا الديناميت من الحاجات المميزه جدا عندنا. ديناميت ليه ديناميت؟ هو فعلا من اول معلقه بتحس ان في حاجات اتفجرت كده جامده يعني في بقك. ده في نوتيلا صوص ومع كريمه الاسبريسو المميزه جدا طبعا، وفي شوكليت فادج من جوه برضو وكيك، فحاجه برضو قويه جدا يعني من الحاجات المميزه الكيك لافرز. تسلم ايديكي بجد. تشيز كيك عندنا بجميع انواعه، فراوله ولوتس وشوكولاته. الله، من الحاجات برضو اللي طبعا ما حدش بيختلف عليها التشيز كيك. طبعا طبعا تسلم ايديكي. المولتن كيك من الحاجات برضو المهمه عندنا في اي كافيه طبعا. حلوه قوي ما شاء الله. في عندنا ليمون تارت. ليمون تارت؟ اه ليمون تارت دي جديده دي بصراحه من الحاجات المميزه. لا انا صورت في حلو يعني في عند حلوانيه كتير، دي فكره جديده. هي بصراحه مميزه جدا وفي ناس كتير جدا بتحبه بصراحه، وخاصه في الصيف يعني حاجه كده انتعاش من الاخر يعني. يعني دي ليمون تارت دي اكسكلوسيف لكيك لافرز، مش موجوده عند اي حلواني تاني، مش هتدوقها غير في كيك لافرز. التارت عندنا متشكل باشكال كتير، في باللافا موكا والداخل فيها حاجه بالنسكافيه كده طعمها مميز جدا عندنا.
في باللوتس والكراميل برضو من الحاجات المميزة عندنا جدا التورتات بقى الصغنونة دي علشان أعياد الميلاد المستعجلة بطعم اللوتس والدارك شوكليت والفيريرو روشيه. فالحمد لله يعني كمان بندخل حاجات حوادق في ميني ساندويتش ده للفطار بيكون موجود الصبح بيكون بالميكس جبن ده موجود دايما معانا وفي فطار دايما بنعمله كمان كل فترة كده. طبعا ميني ساندويتش بيبقى فيه ميكس تشيز اوكي ايوه كريمه بالزبده ميكس جبن بالزبده حاجه طبعا مميزه جدا وطعمها فوق الرائع يعني طبعا اي حاجه هنا هقول لك عليها طعمها فوق الرائع عشان كلها حاجتي. تسلم ايديكي بس بجد انا دقت بجد تسلم يعني استمر اصلا يعني ولو من الاول الحاجه ما كانتش حلوه ما كانش هيبقى في استمراريه ولا هيبقى في ولا حضرتك كنت هتبقي منورانا هنا. انا ما جابنيش لكيك لافرز من اخر الدنيا غير قد ايه الناس بتشكر فيه قد ايه مميز قد ايه كمان الـ الحاجات اللي بيقدموها حلوه جدا. يعني حضرتك لو قايمه ابنك الصبح ورايح المدرسه ومستعجل ومش مش قادره تعملي له ساندويتشز عندهم الحوادق حلوه جدا يعني الساندويتش بالميكس تشيز اعتقد انه حاجه هايله جدا وحلوه جدا لكل الاطفال. في حاجه كمان عندنا بتميزنا لان ما حدش خالص في اسكندريه يمكن بيعملها اللي هي البسبوسه بالنكهات. عندي بسبوسه سينابون بتاع شرقي يعني شرقي بس مستغرب شوي. عندنا بسبوسه السينابون دي بصوص السينابون وعليها كراميل وقرفه يعني بتحس ان انت بتاكلي السينابون بس بسبوسه. وعندنا بسبوسه بالنوتيلا دي طبعا من الحاجات اللي بتميزنا جدا. تسلم ايديكي يا رب ما شاء الله حاجات مميزه جدا يعني كمان موجود عندنا حلويات شرقيه زي ما احنا شايفين. تسلم ايديكي وبنشكر حضرتك في نهايه لقائنا. بشكركم جدا والله نورتونا بجد وكان لقاء متميز مع حضرتك جدا والله بجد. بجد مشاهدينا الاعزاء لو حضرتك حابب تجيب كيك مميز جدا بكل الاطعمه وكل الاشكال بصراحه ما خلوش حاجه وسابوها. كمان بصراحه شدني قوي موضوع ليمون كيك ده حاجه هايله جدا. لازم تيجي كيك لافرز ولازم تتوق من كيك لافرز. للي حابب يتواصل مع كيك لافرز هيلاقي الارقام بتاعت التواصل والدليفري وكمان العناوين موجوده وكمان البيج بتاعتهم على الفيسبوك. حضرتك دلوقتي كل حاجه معروضه على الشاشه. يلا قوم مستني ايه؟ قوم بسرعه واتصل بكيك لافرز وخد ودوق احلى كيك في الدنيا.